خلونا نروح لوزارة التموين بالمناسبة، لأنه عندهم خبر مهم جدا، ألا وهو طرح العيش الحر لغير حاملي البطاقات التموينية، والصرف من المخابز البلدي في المحافظات على مستوى الجمهورية، وطرق الحصول على الكارت المشحون لاستلام الخبز. الدولة. طيب خلونا ناخد معانا أستاذ عبد الله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز. ازيك يا حاج عبد الله؟ ازيك يا مهندس باشا؟ عامل ايه يا حبيبنا؟ فضل وعدل من الله يا باشا. الحمد لله. ايه موضوع طرح العيش الحر اللي غير حامل البطاقات ده؟ اشرح لنا بعد اذنك. بدايه حياك الله يعني على الطرح الجميل اللي سمعناه من سعادتك اخوك الصغير حول موضوع الدواجن، وانا برضه هاخد من بعض العبارات اللي سعادتك كنت طارحها دلوقتي عشان برضه نتواصل في موضوع الاتحاد. معليك النهارده احنا تقدمنا للوزاره من شهر يوليو الماضي بهذا المشروع، على اعتبار ان احنا عندنا 30,000 مخبز على مستوى الجمهوريه. الدوله والوزاره بتصرف عليهم صحيا ورقابيا وبتديهم حصص تموينيه، وفي منظومه شغاله يعني الكترونيه يعني، ودي المنظومه الوحيده يمكن اللي بدات بفكر الالكتروني من بدري. ايه المانع ان احنا بالنسبه للرغيف الحر اللي انت عهدتيه للمخابز السياحيه، ورئيس الوزاره مشكورا دوله رئيس الوزراء اقر ان رغيف العيش وزنه 75 جرام بجنيه، واداهم بيه ب 10,500 جنيه. طبعا سعادتك عارف ان دي صعودا وهبوطا بالاسعار وتغير سعر الدولار والى اخره، فبدات العمليه ترتفع، وليس يعني احنا ما بنشككش في ذمه حد ولا بنقول اي حاجه، لكن قلنا زي ما سعادتك كده هيمنه الدوله، وان الدوله يدها الطوله هي اللي ايه يعني ده رغيف العيش. طبعا انا بخدم على 70 مليون مواطن، بديهم معاهم كارت اللي هو بطاقه الدعم. طب ما انا عندي 30 مليون مواطن ثاني ولا 35 مليون مواطن ثاني محتاجين برضو هذه الخدمه. ايوه. فاقترحنا ان ال 30,000 مخبز على مستوى الجمهوريه دول يشاركوا في نفس الرغيف. الرغيف اللي كان 75 جرام احنا على استعداد بنطلع للمواطن اللي هو للمدعم بوزن 90 جرام. يبقى في فرق من 75 ل 90 جرام. هنا السعر الجنيه لا ممكن السعر يبقى يعني اقل من ذلك ب 30%. ويبدا يعني الفرق ده مش هياخده صاحب المخبز، لكن الفرق ده تاخده الدولة من خلال ان انا بطلع بطاقات الصرف من مكاتب البريد، وقيمة الكروت اللي هي ناخدها البريد يحولها لهيئة السلع التموينية وتحاسبني عليها انا كصاحب مخبز بنفس التكلفة اللي ماشي بيها في العيش المدعم. نمرة 2، العدد الارغفة اللي انا انتجتهم وطلعتهم وسلمتهم من خلال هذه البطاقات بتبتدي تديني الدي بتاعه تعوضهم لي كدي ثاني عشان تستمر عمليه الايه؟ عمليه الانتاج. فهنا المواطن هيبتدي ياخد يشتري كارت من البريد، ونفس نظريه الكارت بتاع المحمول ان هو هيشتري وفق يعني احتياجاته. كارت ب 10 ب 20 ب 50 ب 100. حلو. على قدر استخدامه للعيش. هنا ده موجود معاه في الكارت. بروح المخبز بقول له اديني 10 تغيير 20 30 على حسب ما انا محتاج، ليستنزلهم من هذا الكارت لحد لما الرصيد بتاع الكارت يخلص ويخصم عليا من جوه الرصيد مثلا على كل رغيف 70 75 قرش. يعني في الحدود دي. قول 80 يا سيدي. الو حاج عبد الله. ايوه مع سعادتك. بقول لك حتى لو 80 ماشي يا حاج عبد الله، مش دي القصه. طيب هل الاليه دي تم الاتفاق عليها خلاص مع الحكومه مع وزاره التموين؟ واذا تم الاتفاق هتبدا من امتى؟ هو تم الاتفاق ماشي، وسعادتك تم الاتفاق بيننا وبين الوزاره وعملنا تجارب على ذلك، وجهزنا السيستم اللي هو هنمشي عليه اللي هيستفاد من نظامه، وخلال ايام بسيطه انا كنت في تواصل مع معالي الوزير اليوم، وقال ان شاء الله يعني خلال ايام هيبقى في يعني على يوم السبت القادم او حاجه في اجتماع يضم طبعا الشعبه مع هيئه البريد مع الناس اللي هي مسؤوله عن النظام اللي هي سمارت ومجموعه طبعا الوزاره، وهتحط يعني النقاط النهائيه
لهذا الموضوع. يا ميسر الاحوال، يا ميسر الاحوال ان شاء الله، يا مسهل. اشكرك يا حاج عبد الله، وربنا يا رب باذن الله يعدي الازمه على خير. كل حاجه بتعدي باذن ربنا سبحانه وتعالى. كل الشكر للحاج عبد الله غراب، رئيس الشعبه العامه للمخابز.